إذا طلعتي على الدراسة دكتورة بالتأكيد، شو رأيك فيها؟ طبعا الدراسة رح نحكي إنها 100% مضبوطة نوعا ما، لأنه يعني خلينا نحكي بالأول إنه مشاركة الأشياء والمقتنيات الخاصة أو الأدوات بين أفراد الأسرة الواحدة أو حتى خارج نطاقها كالأصدقاء، خلينا نعتبره إنه سلوك نوعا ما شائع بين الناس. بعض الناس بيعتبروه نوع من التقارب، من التآلف، من التحاب، لكن صراحة اللي بدنا نحكي عنه اليوم هو الأضرار الناجمة عن هذا السلوك. فهاي الدراسة بتجمل إنه في أضرار ناجمة، حتى لو إحنا أخذنا بالاعتبار إنه هذا السلوك نوعا ما يعني شيء التحاب وتقارب بين الناس، لكن له أضرار طبعا، أكيد طبعا له أضرار. نعم فأنا أؤيد الدراسة صحيحة 100%. نعم طيب نتحدث عن طبيعة الأضرار، يعني في تفاصيلها. احنا بنحكي دائما البيئة الرطبة هي بيئة لتكاثر الجراثيم، فحكينا عن المخاطر، يعني نوعية الأمراض اللي ممكن تسببها مشاركة المناشف. طبعا الدراسة هي ركزت على مشاركة المناشف، والمناشف طبعا هون احنا بنحكي عنها المناشف بأنواعها، سواء المناشف المستخدمة للاستحمام أو للوجه واليدين أو في المطابخ. لكن طبعا هناك طرق أخرى أو وسائل أخرى بتشاركوا فيها أفراد الأسرة الواحدة. خلينا نركز على موضوع المناشف والأشياء اللي ممكن تنجم عنها. طبعا هون احنا بنحكي عن ضرر رئيسي في مشاركة الأشياء الخاصة، اللي هو الضرر الرئيسي بنحكي عنه نقل عدوى عدة أمراض من شخص لآخر. طبعا خطورة هاي العدوى قد تكون بسيطة جدا جدا، وقد تصل إلى درجة عالية من الخطورة، خصوصا تلك الأشياء أو المقتنيات اللي ممكن تلامس معظم أجزاء الجسم مثل الجلد والفم وغيره. فبعض الأشياء اللي ممكن نتطرق لها مثلا أو الأدواء، في عندي عدوى مثلا تسببها عدوى الجلد وحساسية الجلد، بتسببها بعض المكورات العنقودية أو ما تسمى بالستافيلوكوكس. هاي المكورات تظهر بشكل طفح أو بثور أو حبوب على الجلد. هاي النوع المكورات في منها نوع فرعي يسمى بالمكورات العنقودية الذهبية، وهي معروفة جدا بأنها مقاومة شديدة جدا للمضادات الحيوية تسمى بالستافيلوكوكس أوريوس. فهي في الحقيقة بتنقلنا من مشكلة بسيطة إلى مشكلة أخطر من هيك. نعم. في بعض أنواع البكتيريا ممكن تسببنا، ونسميها إحنا البكتيريا القولونية اللي هي الإيكولاي. هاي بتسبب لنا نوع من التسمم وأعراض الاستفراغ والتعب العام والإرهاق العام. نعم. أيضا في عندي كمان بعض أنواع البكتيريا ممكن تسبب، توصل لمرحلة التهاب عين أو بسموها تراخوما أو الرمد الحبيبي. هاي بتظهر على شكل إحمرار أو حكة أو تدمق في قناة العين أو ملتحمة العين. نعم. هاي بتسببها بكتيريا اسمها كلاميديا. في بعض أنواع برضو الفطريات بتسبب برضو عدوى تسمى بفطر القدم الرياضي اللي هو الأثليتس فوت. هاي بتسببها نوع من أنواع الفطريات. هاي بشكل عام تنتشر بالدرجة الرئيسية بين الرياضيين، لأن الرياضيين معروفين أنهم بتعرضوا بشكل دائم لرطوبة وحرارة طول الوقت. نعم. فهي ممكن تنتشر برضو، خلينا نحكي انه بيسكلي بالنوادي الرياضيه، بحمامات السباحه، خلال خلع الملابس، تبادل الاشياء، خلال الجيمات وهي الاشياء. نعم دكتوره. ايضا نعم، ما هي ايضا الاشياء التي يجب انه يتم استخدامها بشكل شخصي وعدم مشاركتها سواء داخل العائله او خارجها؟ مثلا بالتاكيد فراش الاسنان، مثلا مشط الشعر، ايش في اشياء اخرى كمان لا يجب مشاركتها؟ طبعا في اشياء كثيره لازم احنا ننتبه لها، اللي اي شيء احنا خلينا نحكي بيسكلي بالدرجه الاولى، اي شيء ملامس للجلد لمعظم اعضاء الجسم يجب تجنب المشاركه النهائيه فيه. فراش الشعر، سماعات الاذن، ادوات ومستحضرات التجميل، العنايه بالاظافر، الملابس الجديده خلينا نحكي والملابس المستعمله، الاحذيه، الجوارب، في عدة أشياء متنوعة. هاي الأشياء فبيسكلي لازم إحنا ننتبه إنه أي شيء يلامس الشخص بشكل مباشر
لازم نبعد عنه نهائيا. نعم دكتورة، أيضا يعني بحب نحكي في جانب المناشف. يعني مرات إحنا نهمل قضية في بعض الأحيان تنشيفها بالشكل الجيد، غسلها بالشكل الجيد. هل في عندك نصائح للحفاظ أو للابتعاد قدر الإمكان يكون في عنا وقاية من مشكلة الأمراض الجلدية؟ إنه كيف نتعامل مع المناشف، كل قديش تنغسل، طريقة تنشيفها عشان ما تكون مصدر للجراثيم ومن ثم الأمراض؟ تمام. هلا لازم ننتبه لشغله، انه اكثر منطقتين في البيت بالنسبه للعائله الواحده يتم استخدامهم هم المطبخ والتواليت او الحمامات. نعم فبالتالي انا عندي المناشف تكون تستخدم بشكل دائم. فاول نصيحه لازم نحكي عنها انه لا يجب غسل المناشف الجديده حتى قبل استخدامها برقحها بماء وخل او استخدام الصابون المناسب او نعم اي شيء اخر. بالنسبة للمناشف المستعملة، طب خلينا نحكي بنقطة إنه المناشف تعتبر سواء منها الجافة أو المبللة بيئة خصبة جدا لنمو معظم أنواع الجراثيم. نعم فبالتالي أنا لازم يكون عندي حرص أكيد إنه المناشف يجب أن تغسل بشكل دائم وتجفف بشكل كامل. صحيح فبالتالي أنا عندي أقل على الأقل لازم مرتين للمناشف المستخدمة في البيت، يجب انه انا اغسلها واجففها تماما من اي رطوبه حتى انا اكون باعلى درجات التعقيم عندي ومنع ظهور اي جراثيم عندي في هاي المناطق. في عندي كمان توجيهات لازم نحكيها، مثلا سريعا اجراءات تفضلي. النظافه والتعقيم. نعم معي؟ نعم سريعا تفضلي. اجراءات يجب اتباع اجراءات نظافه وتعقيم وتهويه للاسطح والاراضي اللي بتكون مكشوفه، خاصة المطابخ والحمامات، لأنها أكثر استخداما زي ما حكينا لأفراد الأسرة. تجفيفها بشكل كامل حتى ما نعطي فرصة لتزايد نمو مثل هذه الميكروبات. نعم فبالتالي أنا يعني أولموست أنا بوصل لمرحلة تعقيم منع نمو الجراثيم بهاي الطرق ل 80% تقريبا. نعم فبصفي نسبة بسيطة جدا تعتمد على إجراءات، يعني خلينا نحكي النظافة الشخصية والأمور الشخصية. نعم دكتورة عنايات القضاء، أخصائية مختبرات طبية، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. شكرا. عفو.